تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظيم جلساتها النقاشية وورش العمل وعقد الندوات واللقاءات مع أهالي المحافظات بأنحاء الجمهورية كافة. ونظم أعضاء التنسيقية ندوة في الإسكندرية بحضور عدد من المواطنين، وذلك للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ومناقشة التحديات المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني. موجودين في اسكندرية برعاية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عشان نجمع ملاحظات أهل اسكندرية عن الحوار الوطني، إيه أهم التحديات اللي بتقابلهم، إيه أفكارهم لصالح مجتمعهم، إيه اللي ممكن مثلا يقدموه من إسهامات أو كده. والحقيقة النوع ده من اللقاءات محبب جدا لقلوبنا، لأنه بينقل نبض الشارع الحقيقي وبيخلي فيه فرصة بيننا وبين يعني نقرب بين الاهالي وبين المسؤولين. التنسيقيه بقى لها فتره كبيره جدا بتعمل جولات ميدانيه وورش وجلسات استماع خاصه بالحوار الوطني، ويمكن في ملفات كتيره جدا بتثار فيما يخص المحاور الرئيسيه الثلاثه في الحوار الوطني، ولكن احنا هنا بنتكلم في محور رئيسي هو جلسه استماع خاصه برؤيه استراتيجيه اسكندريه 2030.